يعطيك بالرسول. يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله يكون فصل لطيف على الجميع. نبلش مادة سي بلس. الشاشة واضحة؟ اها تمام. تمام. هسا نحكي عن البرمجية. البرمجية يعني أنشأوها لحتى تسهل علينا الحل بأشياء كثير. مثلا هسا احنا اغلبنا نستعمل الاكسل، مثلا بدنا نجمع مجموعه ارقام، بدنا ناخذ الافرج تاعهم، بدنا ناخذ السم تاعهم، والعدد استعمالات بتريحنا كثير، يعني احسن ما نقعد نحسبهم بايدنا واحده واحده. لهيك عملوا البرمجيات، ومن هاي البرمجيه السي بلس بنطور فيها وبنبرمج فيها، يعني برامج تساعدنا بهاي الامور. بيحكي لي انه اصلا الجهاز بيتعامل بال1 0، الواحد والصفر، ما بيتعامل بلغتنا الانجليزي او اي لغه ثانيه، بيتعامل بالواحد والصفر. وهي اللغة صعبة على الإنسان إنه يتعامل معها، لأنه مثلا أي كلمة مثلا هلو راح يكون كتابتها بالواحد صفر كثير صعبة، يعني طويل كثير وغلب كثير. لهيك هاي الحكي اللي كانت واحد صفر، هاي اللغات اسمهم اللغات المتدنية، اللو ليفل لانجوج، هاي بيفهمها مين؟ الجهاز، مش إحنا، يفهمها الكمبيوتر. أما في عندي اللغة الهاي ليفل لانجوج اللي بيفهمها مين؟ الإنسان، بتكون عادة لغة إنجليزي. في لغات برمجة ثانية، بلغات أخرى، فرنسي، ألماني، أشياء ثانية، ولكن الأغلب نستعملها إنجليزي. وهاي اللغات، هاي ليفل لانجويج، الإنسان سهل يفهمها ولكن الحاسوب صعب يفهمها. من هاي الأمثلة السي بلس بلس. حلو؟ هسا لأنه هاي اللغة صعبة، أنا بحاجة شغلة أو مترجم ترجم لي لغة الهاي ليفل لانجويج للو ليفل لانجويج لواحد وزيرو. هاي وظيفة إيش؟ الكومبايلر، أو بنسميه المترجم. يكون بالبرمجية. تمام؟ سؤال بالعادة بيجي كل فاينل، اللي هو بيحكي لي السي بلس بلس لايش تنتمي؟ لو ليفل لانجويج، ماشين لانجويج، هاي ليفل لانجويج. هي الجواب، هاي دائما تيجي سؤال بجهة الفصل الماضي الثاني. طيب هسا اللغة من ايش تتكون؟ لغة البرمجة تتكون عندي من أرقام، رموز، أحرف، كلمات، من هاي الأشياء. نبلش بأول إشي يعني بتنبني منه اللغة اللي هم الأرقام، النمبرز. في عندي أنواع للنمبرز. حلو، عندي الانتجر والدبل، وفي عندي الفلوت، بس مش مذكور هون الفلوت. ثواني، في حدا دخل على الزوم؟ كيف نجعل البرمجية بس؟ Participants. خلينا ندخل من غير هوست. اوكي، نرجع للبرمجية. واضح يا مالك الشاشة هسه نفس الفيديو؟ تمام. تمام. انا عندي ايش؟ انواع الارقام، عندي الانتجر والدبل، وفي كمان شيء ثاني بيحكوا له الفلوت، بس مش موجود هون، مش ذاكره بالدوسية ويس، ولكن هو الفلوت شغله نفس شغل الدبل. تمام، معنى عادي ما تاخذوش بالاهتمام، مش حتستعملوا، حتستعملوا اكثر شيء الانتجرز والدبلز. الانتجر شو هم؟ الارقام الصحيحه، الارقام ما فيهم فواصل، يعني 1 2 3 4 سالب 1 0، هاي الارقام من غير فواصل، يعني ما بجي احكي 1.3 1.4 1.5، بس الارقام من غير فواصل. بس الدبل عادي ارقام حقيقيه مع فواصلها، يعني 1.2 سالب 1.5 سالب 3.7 بيتقبل هاي الارقام. تمام، أو مثلا شوف زي هيك 0.0 مثلا 2.0 بياخذهم بهي الصيغة هو الدبل. لهيك هون بيحكي لي ملاحظة، الرقم 2 يعتبر انتجر. شو الفرق عنه عن 2.0 اللي هو 2.0 دبل؟ تمام؟ أتوقع كل شيء هون تمام، واضح سهل يعني. إذا في حدا بس عنده أي سؤال عادي يقاطع بأي وقت. العمليات الحسابية، العمليات الحسابية اللي جوا البرمجية بتختلف عن اللي احنا بنستعملها بالرياضيات اللي تعلمناها. اغلبهم مش كلهم، في عندي مثلا الـ A بلس B، هاي بالرياضيات اللي هون اللي احنا تعلمناها، بغلبتني. وهون بالبرمجية كيف نكتبهم؟ عندي الـ A بلس B نفس الشيء، A بلس B عادي شاكة زائدة موجودة بالكيبورد. A ماينس B نفس الشيء، الـ A ماينس B الموجودة بالكيبورد. هسه هون الفرق، A ضرب B ما في إشارة الإكس أو الضرب، هاي الإشارة مش موجودة،
فبنعوض عنها بشارة النجمة اللي هي شفت زائد 8 إذا ما معرفه النمبات الأرقام العجنب على الكيبورد اللي هي شفت مع 8 رقم 8. وفي عندي الـ A تقسيم B برضو إيش اللي هي A الشحطة هاي القسمة B برضو الشحطة هاي موجودة بالنمباد جنب النجمة جنب شارة الضرب. إذا مش موجودة هناك أو ما في نمباد اللي هي حرف الأف بالعربي أو إشارة الاستفهام بعد جنب الشفت بالكيبورد. ثواني بس سكرين كيبورد تمام واضح هاي شاشة من سكرين كيبورد ولا لا؟ فتحت زي كيبورد واضح عندكم؟ تمام أتوقع سوي ذا حياته. هاي إشارة القسمة وهي إشارة الضرب هياتها شفت زائد 8 وهي إشارة القسمة مباشرة كبسها بس. طيب نرجع للملف في البي دي اف أعتقد ملف البي دي اف الظاهر هسه صح؟ تمام نكمل هسه. في عندي شيء اسمه الموديولس. شو الموديولس؟ اللي هو باقي القسمة. تمام الموديولس اللي هو باقي القسمة. إجيت أنا حكيت مثلا 5 تقسيم 2 اللي هي 2.5. هسه البوينت 5 هاي اذا رجعت ضربتها بالرقم نفسه بيعطيني باقي القسمه. اوضح لكم اياها هسه بس على الوايت بورد كمان شوي. وفي عندي اشاره الاسس. بالبرمجيه ما في عندي الاس، يعني 2 قوه 3، 2 قوه 5، 3 قوه 4، مش موجود القوه هاي. ولكن راح نستعملها بطريقه ثانيه واحنا نبرمجها بايدنا او في فانكشن جاهز الباور حتاخذوه برضه لقدام. نرجع بس لشغلة الموديولس هياتها. تمام نشرح طريقة الموديولس باقي القسمة. جيت حكيت نفتح وايت بورد مالك الوايت بورد واضح صح هسه عليه رقم 2 هيك بس تمام. هسه انا عندي رقمين A و B باقي القسمة. هاي إشارة باقي القسمة B. إشارة باقي القسمة على الكيبورد اللي هي شفت مع رقم 5. طبعاً في أحد دخل بده أدمت ولا خلاص تمام. هاي إشارة إيش باقي القسمة الـ A باقي قسمتها على B موديولس B مود الـ B عدروني على الخط. نفرض إنه الأرقام كانت كالتالي وين الوايت بورد الأرقام كالتالي مثلا 5 باقي قسمتها على 2 تساوي 1. كيف حسبت أنا هاي العملية؟ حلو؟ في عندي أكثر من طريقة لحسابها. أول شيء في عندك كالكوليتر اللي على الجهاز، كالكوليتر موجودة على الكمبيوتر اللابتوب أفرجيك إياها وين موجودة بس شيل الكالكوليتر هياتها. هي بتكون الكالكوليتر جاية هون الستاندرد بتكون هيك الكالكوليتر موجودة. يرد حد دخل ما بعرف كالكوليتر بتكون بالحاله الستاندرد. بقدر احولها ل بروجرامر باجي هون على ثلاث اسهم بروجرامر واجي اكتب رقم بدي مثلا 5 باقي قسمتها هي الاشاره على 2 راح يعطيني ايش 1. كيف اجت هاي الواحد؟ لو انت ما معك الاله حاسبه بتحسبها. نرجع لهون نرجع للوايت بورد. طيب 5 باقي قسمتها على 2 كيف اجت؟ انا باجي بحكي 5 تقسيم هاي إشارة القسمة خلاص هاي نسوها كذا إشارة وين القلم راح؟ أوكي رجع القلم. 5 تقسيم 2 إيش تساوي؟ تساوي 2.5. حلو؟ 2.5 باجي أنا باخذ الرقم اللي ورا الفاصلة وبضربه بالرقم اللي قسمت عليه. باجي بحكي نص الخط ضرب اوكي هاي اشاره ضرب يعني دقيقه عشان صحة خلاص تمام. نرجع للقلم مش عارف كيف ارجع له صراحه. نرجع نقول اوكي نص ضرب 2 تعطيني ايش؟ الواحد. تمام لو جيت حكيت مثلا
سبعة، أعطيني السبعة باقي قسمتها على اثنين تساوي ثلاث ونص، تمام؟ باخذ الرقم اللي ما بعد النص وبضربه ايش في الاثنين، وهذا الشيء بيعطيني واحد، فسبعة مديولس الاثنين تساوي واحد. نجرب رقم ثاني غير الاثنين، الاثنين بيجي طوال ضرب الاثنين سهل. نيجي نحكي مثلا 16 باقي قسمتها مديولس الخمسة، نحكي مثلا باقي قسمتها على خمسة، اسمحوا لي بس اضربها على الآلة الحاسبة، او اقسمها 16 تقسيم خمسة تطلع 3.2. باجي انا باخذ الرقم اللي ما بعد الفاصله اللي هو الاثنين بضربه ايش في خمسة، اللي هو باخذ البوينت 2 يعني بضربه بخمسة، فالبوينت 2 ضرب خمسة تعطيني برضه واحد. نغير الرقم نحكي مثلا 16 باقي قسمتها على 3. حلو، هاي ممكن تختلف شوي حلها، تقسيم 3 تعطيني 5.333 لما لا نهاية. باجي باخذ انا البوينت 333 وبضربها في الثلاث، شو بتعطيني؟ بوينت 33 ضرب 3 تعطيني بوينت 9999 اللي هو برضه نفس الشيء نعتبرها واحد اوكي بالنهاية، لانه لازم يكون هو لو ضربتها صح عدد كامل بوينت 33 لما النهاية بالثلاث حيعطيني العدد صح واحد. نتأكد منهم من الآلة حاسبة New Share Calculator Share. طيب نتأكد بس من الرقم اللي أنا ذاكره آخر شيء اللي هو 16 باقي قسمتها على 3 حيعطيني 1، ونفس الشيء كانت 16 باقي قسمتها على 5 حتعطيني برضه 1. هاي بالنسبة لباقي القسمة، باقي القسمة راح نستعمله لقدام، راح كثير يريح علينا بالحل بشكل كبير. نرجع لوايت بورد دقيقة بس، تمام راح يريحنا باقي القسمة بحل لقدام، راح نشوفه لما نبرمج لقدام ونستعمل البرمجية بشكل أكبر. نفرض إجا العدد اللي عندي، إحنا قلنا A مديولس ال B بيعطيني عدد، فإذا جيت حكيت أنا ال A أصغر من ال B على سبيل المثال 3 باقي قسمتها على 5، شو تعطيني؟ دائما تعطيني العدد الأصغر، طالما أن أصغر 3 أصغر من ال 5 هتعطيني مباشرة 3. حكيت 10 باقي قسمتها على 11 حتعطيني 10 مباشرة، دائما ناخذ العدد الأصغر، تمام؟ طيب نفرض الحالة إجت كالتالي، إجت عندي مثلا 10 باقي قسمتها على 2، شو بتعطيني الجواب هذا؟ بيعطيني 5.0، عدد صحيح ما في باقي قسمة. نفرض نتيجة نطبق الطريقة اللي كنا نحسب عليها، أخذت الزيرو وضربته بالاثنين حيعطيني زيرو، فباقي القسمة هون صفر. إذا كان العدد يقسم على العدد الثاني يعني الـ A تقسم على الـ B حيعطيني إيش؟ صفر، لأنه من مضاعفاته العشر للاثنين أو العشرة من مضاعفات الاثنين، أو مثل باجي بحكي التسعة والثلاث لأنه التسعة من مضاعفات الثلاث، تمام؟ هاي القصة هيك حتكون. طيب نرجع للـ PDF، كله واضح لهون ولا في سؤال؟ تمام جماعة حد يستحي جماعة عادي، إذا في سؤال أي شيء اسأله. طيب لعاد نكمل، نرجع نصفط الشاشة للبارتيسونت أوكي. طيب إذا كان العدد، نرجع نقلهم، إذا عدد القسمة يعني يقبل القسمة على العدد الثاني يعني ما في باقي القسمة مثلا 50 تقسيم 5 0، ليش؟ لأنه 50 مضافات 5 ال 100 مضافات 10 حيعطيني 0. طيب نفرض العدد كان أصغر زي ما حكينا، 5 باقي قسمتها على 50 مباشرة 5 لأنه عدد أصغر، ال 10 نفس الشيء مع ال 100، ال 2 نفس الشيء مع ال 10، نيجي حكينا إيش 23 مع 7، نرجع نحلها على السريع، 23 تقسيم 7 هاي تقسيم مش باقي قسمة اعتبروها، قديش تساوي؟ لو قسمت على الآلة الحاسبة 23 تقسيم 7 تعطيني 3.285. تاخذ ايش البوينت 2.85 واضربها، هاي البوينت 2.85 واضربها بالسبعة، طب 7
حيعطيني 1.995 وحكينا احنا ايش نعتبرها هاي 2 1.99 خلص قربها اعتبرها 2 فباقي قسمه 2 حلو هو اويس شفته انا بحل بطريقه ثانيه صراحه ما استسهلتها شفت هاي طريقه اسهل خلص اقسم على الاله الحاسبه وخذ الباقي واضربه بالرقم المقسوم عليه هاي طريقه شفتها ابسط نفس الشيء 19 تقسيم 5 جربوها انتم هذول يعني حاولوا حلوا فيهم انتم بالبيت جربوهم وشوف كيف شو بيطلع معكم الجواب ونفس الشيء 31 بقسمتها على 7 طيب ملاحظات مهمه لباقي القسمين برضه حتريحنا بالحل كثير اللي هي اول ملاحظه فيهم انه ويت ايش اللي صار الواضح عندكم البي دي اف ولا ايش الواضح هسه لا مش واضح اوكي تمام شكرا يا ناصر ناصر شو تعمل هون طيب شير هسه رجع صح الو ناصر هيك رجعت البي دي اف تمام من الملاحظات المهمه لباقي القسمه اذا جيت انا حكيت A او N نيجي عم سماه مودولس مكتوبها مودولس اريح من اشاره القسمه مودولس الاثنين حلو تساوي زيرو اذا الشرط هذا تحقق عندي انه الرقم باقي قسمته على الاثنين يعطيني زيرو فهذا الشيء بدل على انه الام رقم زوجي ليش؟ لانه حيكون من مضاعفات الاثنين واي عدد من مضاعفات الاثنين رقم زوجي لانه حكينا اذا كان باقي قسمه زيرو حيكون هذا الرقم من مضاعفات هذا الرقم فاي رقم من مضاعفات الاثنين حيكون ايش؟ زيرو عفوا حيكون زوجي 20 بقسمتها على 2 0 4 نفس الشيء و6 نفس الشيء ملاحظات يعني سريعه بس طيب نفرض انه الام باقي قسمتها على الاثنين ما اعطاني 0 اعطاني 1 حلو هذا الدليل على انه العدد فردي اود فردي اود والزوجي ايفن فانا اذا كان باقي القسمه على الاثنين يساوي 1 حيكون عدد فردي تمام الملاحظات هاي يعني ممكن تبين هسه مش مهمه ولكنها لقدام راح تريحكم كثير بالحل وراح تستعملوها كثير باللابات اكثر شيء يعني كمل طيب حكينا انه اذا كان ان باقي قسمته على الام تساوي زيرو فاذا الان من مضاعفات الام هاي الملاحظه رقم 3 اللي كاتبها اللي هي 25 تقسيم باقي قسمتها على 5 بيعطيني زيرو كلير اور دوينج نرجع نكمل لهون اتوقع طلعنا من المودولس نعم طلعنا من المودولس هاي كل ثلاث مودولس اذا حدا عنده سؤال مودولس يسال كاني شفت في سؤال بالشات ارجع كذا ارجع للشات اوكي يا في شيء بالشات واضح اوكي شكرا يا منور 10 دقائق بيخلص هاي بعد ما يخلص بنرجع على نفس ال ببعث نفس الرابط على الجروب مره ثانيه طيب بعض القواعد المهمه بالبرمجه او في عمليه القسم عفوا هون اذا انا قسمت انتجر على انتجر احنا حكينا الانتجر ما بيكون فيه مثلا 2.4 لا يعتبر خلص 2 اذا كان انتجر فاي شيء فاصله انا ما بدي اياه حلو فاذا اجيت قسمت انا رقمين انتجر على بعض قسمت الخمسه على الاثنين انا قاسمهم انا مخزنهم عندي بالجهاز انه هذا احفظ لي اياه انتجر هاي الرقم الخمسه سيف لي عندك انتجر رقم اثنين نفس الشيء نفس الشيء سجل لي عندك انه انتجر وإذا جيت قسمت الخمسة على الاثنين أنا بالحقيقة شو بيعطيني؟ 2.5 تمام؟ بيعطيني 2.5 بما أنه انتجر أنا حكيت ما بدي أي شيء بعد الفاصلة اشطبها طوالي فالناتج للانتجر بيكون 2 حلو؟ نفس الشيء لو قسمت مثلا 10 تقسيم 3 إيش هذا بيعطيني 3.3333 اي شيء ما بعد الفاصله بالانتجرات اذا انا كنت مستعمل انتجرز بركز على النقطه امسح اي شيء بعد الفاصله ما بدي اياه خلص خليك على 3 هاي في حاله الانتجر طيب كلير اور جونز طيب اذا كانوا انا عندي طب ثواني هاي نقطه كمان اذا كان عدد اصغر 2 تقسيم 10 حلو 2 ليش هيك اجت 2 تقسيم 10 تعطيني مثلا بوينت 2 صح؟ اوكي يا بوينت 2 ما بدي اي شيء انا بعد البوينت امسحه مباشره فبتصفي عندي الجواب 0
لهيك عادي انت لما تشتغل بالانتجرز اشتغل كأنك تشتغل شغل طبيعي، ولكن اي شيء بعد الفاصلة شيله، اشتغل شغل الرياضيات اللي تعلمناه بالحقيقة وشيل اي شيء بعد الفاصلة. طيب اذا انا قسمت اي عدد دبل، هاي الملاحظة الثانية، تمام نرجع ناخذ كلام. اذا انا الدبل على انتجر بيعطيني دبل، حكينا احنا الدبل مثلا اللي هي 2.0 قسمتها على واحد، اوكي لا نغير المثال، حكيت 2.5 هاي قيمة ايش دبل. اوكي قسمتها على قيمة انتجر، انتجر راح اكتبها int، قسمتها مثلا على الواحد، اوكي ايش حيعطيني؟ حيعطيني عادي 2.5، ما باجي بحكي اشطب بعد النص، ما باجي اشطب اي شيء بعد الفاصله. ليش؟ لانه القيمه هاي بالاساس دبل، انا بدي اياها دبل، فاي شيء بعد الفاصله اوكي جيب لي اياه اعتبره موجود، مش زي الانتجر. نفس الشيء لو قسمت 2.5 على نحكي 2، ايش بيعطيني هذا اللي حاسبه؟ بيعطيني 1.25 صح؟ اوكي واحد فيش داعي احسب 1.25 اعتبر لي اياها عادي 1.25، ما تعتبر لي اياها واحد. اذا انا كنت بدي اياها انتجرات حيعتبرهم واحد، حيشطب البوينت 25 حياخذهم كواحد بس. بس انا ما بدي هيك، بدي اياها تعتبر لي اياها موجود عادي الدبل، فبناخذ الرقم كامل. ونفس الشيء لو قسمت انتجر على دبل، يعني لو قسمت الاثنين وكنت مسجلها بالجهاز انتجر وقسمتها على الدبل، قسمتها على الدبل اللي هو 2.5 حيعطيني عادي بالفواصل، حيعطيني شيء اقل من الواحد، ف 2.5 حيعطيني 0.8، فاعتبر لي اياها 0.8. اما قبل شوي اعتبرها زيرو لما كانت انتجرات، دبلات عادي اعتبرهم، تعتبر انت بتتعامل بارقام حقيقيه كامل عن كامل. نفس الشيء هون، هي الدبل نشيل هاي، والدبل على دبل اكيد دبل حيكون، لانه الدبل على انتجر، الدبل على دبل حيكون نفس قيم الدبل. 5 على 2 2.5، 10 على 3 3.3، و2 على 10.2. طيب في اي سؤال بهاي الموضوع؟ حد عنده سؤال استفسار او شيء؟ طيب جماعه كل شيء واضح ولا يعني في شيء غلط؟ مالك معي تمام؟ لحد هسه كل شيء تمام. خلاص ممتاز. نكمل عند أولويات العمليات الحسابية، معنا 5 دقائق نلحقهم، نلحقهم زيادة. طيب إحنا بالرياضيات تعلمنا إنه الأولوية دائما كانت للأقواس. حلو؟ نعم الأولوية للأقواس. في الأولوية للأسس بعديها بتيجي، إذا أني مش مخربط أولويات الرياضيات. أولوية بعديها للأسس، بعدين أولوية للضرب والقسمة على حد سواء، وجمع وطرح. طيب انا هون شو اللي بيختلف عندي؟ الاقواس موجوده بالبرمجه؟ نعم موجوده. نحكي الاولويه رقم واحد للاقواس. الاسس موجوده؟ مش موجوده، بنشطبها من لائحتنا كليات الاسس. الضرب والقسمه، نعدل الرمز نعمله زي البرمجه، والقسمه موجودات؟ نعم موجودات، فالاولويه رقم 2 لهم بتروح، وبنضيف عليهم الباقي القسمه، اشاره باقي القسمه برضه تعتبر ايش من اولويات الضرب والقسمه. طبعا اذا اجوا من اليسار لليمين، بنشتغل بالانجليزي، من اليسار لليمين اولويات ترتيب، اذا يعني كلهم تواجد بنفس الجمله. بعديهم الجمع والطرح نفس الشيء من اليسار الى اليمين، الاولويات واضحه يعني اخذناهم كثير. صح لهم بس كثير. اوكي طيب نيجي ناخذ كم سؤال على السريع. اعطيني القلم يلا. 2 + 3 ضرب 2 باقي قسمتها على 5 + 2 ÷ 4. نشتغل القوس اول شيء، قلنا بنشتغل ايش؟ الاقواس. نمشي جوا القوس، الاولويه لمين؟ الجمع ولا الضرب؟ اولويه للضرب. ف3 ضرب 2 6 زائد 2 داخل القوس باقي قسمتها على 5، نمشي خطوه خطوه مثلا، زائد هاي خلص اشتغلها خطوه واحده، 2 ضرب 4 خليها 2 ضرب 4 خليها شوي، نمشي خطوة خطوة أفضل.
تمام. هسا 2 زائد 6 الأولوية برضو للأقواس، فهون 8 بتصفي 2 زائد 6 8 شوي لفوق، باخذ قسمتها على 5 زائد 2 نشتغل خطوة خطوة مضروبة في 4 هاي 4. الأولوية لمين هسا حكينا؟ تواجد عندي القسمة والضرب في نفس المكان، يعني في نفس السطر، تمام، نعتبرهم في قوس واحدة وكلياتهم بالنهاية، فتواجد عندي بنفس المكان. الأولوية لمين؟ نمشي من الشمال لليمين. 8 باخذ قسمتها على 5 كم؟ 8 تقسيم 5 تعطيني 1.6، فباخذ ال 1.6 عفوا باخذ 0.6 وبضربها في ال 5 تعطيني 3. حلو، ف 3 زائد 2 مضروبه في ال 4، الامور لهون خلص هيك مشيت الامور تمام. باجي بحكي 2 ضرب 4 8، 8 زائد 3 وتساوي الناتج 11. وصلنا احنا لهون بالنهايه ال 11 تمام. واضحه ولا عيد فيها اي شيء؟ اعذروني اذا مبين انه شيء يعني سخيف او سهل، بس كثير بخربط فيه، يعني خربطنا فيه اكثر من مره. نفس الشيء. طيب 6 زائد 2 وهي اشتغلوها انتم لنفسكم، واذا ما يعني كانت فيها شيء عله وغلط ابعثوا على الجروب ونرجع نحلها. اتوقع تكون واضحه وسهله، يعني امشوا على الاولويات والامور تمام. طيب طيب دقيقتين نكمل لحد ما يقطع ونرد نرجع. اوكي، التحويل conversion between math formula and C++ formula. بدي احول انا عندي، حكينا احنا بناخذ معادله بالرياضيات، افرض انت بتشتغل بشركه ويجي عليك رئيس شركه وحكى لك انا بدي هاي المعادلات تطبق لي اياهم على البرمجيه. فحكى لي انا عندي مثلا A زائد B مضروبه في C. انا ما بنفع ادخل هاي المعادله على البرمجيه. ليش؟ لان انا ما عندي شرط الضرب، فباجي بحكي له A زائد B لو بدي احولها لسي بلس بلس، وبستبدل الاكس بنجمه بسي. يمكن باسئله الامتحان يجيب لك مثلا، يجيب لك المعادله هاي جوا البرمجيه ويحكي لك شو الخطا. احكي له انه انا ما بستعمل اشاره الاكس كضرب، هذا الشيء غلط، بستعمل اشاره النجمه مثلا. هذا الحكي راح يعطيني سنتاكس ايرور، احد انواع الايرورز برضه راح ناخذهم لقدام، ولازم نفرق بيناتهم ونميزهم يعني. والران تايم ايرور في كمان اخطاء ثانيه. طيب clear all drawings again. نرجع لإشارة القسمة A تقسيم B زائد C على T. بدي أقسم A على B، باجي بحكي A إشارة القسمة على B زائد C تقسيم D. هو هون هسا هون أويس استعمل الأقواس، أوكي صح، إشي صح، ولو ما استعملتهم زي هيك صح.